الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. تكلمنا عن فرعون كيف تم هلاكه من الله تبارك وتعالى، وأنه لما أدركه الغرق وأيقن أنه لا محالة هالك فأسلم، ولكن هيهات أن يقبل ذلك منه، لأن كما قلت لكم التوبة مقبولة ما لم تطل الشمس أو تطلع من المغرب وما لم يغرغر الإنسان. هذه هي المكانين اللذين تقفل عندهما أبواب التوبة. التوبة مقبولة ورب سبحانه يقبلها من عباده ما لم تشرق الشمس من المغرب وما لم تغرغر كذلك النفس أو الروح. ما هو الإنسان لما تبدأ تخرج روحه يقول خلاص أنا أسلمت، خلاص هناك لابد لك، أنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الميت إذا أرادت روحه أن تفيض إلى ربها فقبل أن تخرج إلى ربها تبارك وتعالى وتترك الجسد هامدا لابد، انظروا ليه، لابد أن ترى مقامها إما في الجنة وإما في النار. الإنسان كيجي الروح حتى أو تخرج، قبل ما تخرج ويبقى جثة هامدة لابد يرى مقامه إما في الجنة وإما في النار، فهمنا؟ لذلك هنالك لا تقبل التوبة، لأنه خلاص يشوف الملائكة جايين يدول الروح. إذا كان مؤمن يشوف ملائكة الرحمة جايبين الأكفان تاع الجنة وجايين يدول الروح، وإذا والعياذ بالله كانت روح خبيثة يجوا كذلك ملائكة العذاب ويجيبوا معهم ماسوخ تاع جهنم ويجوا يأخذوا الروح هذه ويدوها جهنم والعياذ بالله. هنالك لا تقبل الإنسان يسلم لما يشوف الملائكة جايين إما تاع الرحمة وإما تاع العذاب يقول خلاص أسلم كما دار فرعون، قالوا لا ما نقبلش منك. ولكن الله تبارك وتعالى لما قال الكلمة هذه قالوا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قالوا الله تبارك وتعالى الآن ما خلاص فات الأول، ثم قال له فاليوم ننجيك ببدنك. ربي سبحانه قال له ننجيك ببدنك، يعني نخرج لك الروح راحت الجهنم ولكن الجثة تاعك تخرج برا ترميها الأمواج. وفعلا جيوش فرعون كلهم أغرقتهم الأمواج وأغرقهم البحر وأكلهم، بينما فرعون رمته الأمواج إلى الشاطئ. لماذا؟ حتى يكون عبرة لمن خلفه، عبرة لمن كانوا يعتقدون بأنه هو رب. وإلى الرب انت اللي خلقت البحر، كيف البحر يأكلك ويرميك؟ ما هو معقول. إذا كان فرعون انت رب كيف البحر يغرقك ويرميك برا وتولي الأمواج رايحة جاية عند رجليك؟ من كيف حتى الناس ينظروا ويعتبروا ويعلمون أنه رب مزيف وليس برب حقيقي، وإنما الرب الحقيقي هو الذي خلق السماوات والأرض والبحار وغيرها من المخلوقات فهي تنصاع وتطيعه. بينما فرعون رب سبحانه خلى الموجة رمته برا، ثم أتى إليه الناس المستضعفون الذين كان يستضعفهم ويضربهم ويقتلهم ويأخذ أرزاقهم ويستلبها. فلما أتوا إليه وجدوه على شاطئ البحر ملقا والأمواج تعبث به فتعجبوا منه. هذا هو الرب. البارح كنت قول أنا ربكم الأعلى، واليوم الموجة جلسة تلعب برجليك وبرأسك، هذا ما يكون رب. لذلك فهذا رب مزور وهذا رب ليس بحقيقي، وهو عبد ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. إذن الله تبارك وتعالى يعني أخرجه من البحر ونفضته الأمواج خارج البحر
حتى يكون عبرة لمن خلفه. فمن كيف واعتبر به الناس وما زال حتى الآن، لأن الله تبارك وتعالى لما قال فاليوم ننجيك ببدنك أصبحت هذه الآية هذه معجزة حتى الآن ما زال موجود. ما تتعجبوش يا إخواني الكرام، عنده الآن 5000 سنة منذ أن أهلكه الله تبارك وتعالى هو وجنوده في البحر، لا زال حتى الآن في المتحف المصري في ميدان التحرير هو وجماعته في صناديق يسموهم صناديق المومياء، ما زال الآن هو 25 واحد معاه في بيوت من في صناديق من زجاج، والمتفرج يتفرج عليهم حتى الآن وهو واسمه. وحد يروح ممكن يروح لمصر ويشوفهم هو واسمه، لأن فرعون هذا لقب، كلمة فرعون هذا لقب، كذلك المقوقش لقب، كذلك كسرى لقب، كذلك النجاشي لقب، وتبع لقب. في ذاك الوقت القرون القديمة كان كل واحد يملك مصر يسمى فرعون، وكذلك كل واحد يملك الروم يسمى قيصر، وكذلك كل واحد يملك الفرس يسمى كسرى، وكذلك كل واحد يمسك الحبشة يتسلم زمام الحبشة يسمى نجاشي، وكل واحد يمسك زمام اليمن يسمى تبع. فهمنا كيف؟ إذن هذه كلها يعني أسامي عليا للعرش نتاعهم آنذاك، بينما الأسامي فيها رمسيس الأول وفيها رمسيس الثاني وفيها توتانج غانج خامون وفيها أخناتون وغيرها. هذا الفرعون هذا اللي أغرقه الله تبارك وتعالى الذي كان في عهد موسى مازال حتى الآن في صندوق نتاع سجاج، وما تقولوش يعني فيه طوله 3 مترات ولا 4 طول عادي كيما احنا يا حوالي 1.90 متر. فمن كيف ومازال حتى الآن يعني من كثرة الشدة كيما غرق في البحر سنانه باينين كيما تقول انتم فغزز بسنانه ورجليه الله وراكدة دايرين كيما كان يعني مكمش. فمن كيف مازال حتى الآن ومر عليه 5000 سنة واسمه توتانج لا واسمه أخناتون، واسمه أخناتون هذا هو الفرعون الذي كان في عهد سيدنا موسى مازال حتى الآن، لأن ربي سبحانه جعل هذه الآية معجزة لما قال له فاليوم ننجيك ببدنك لمن لكي تكون لمن خلفك آية. فمن كيف قال ربي سبحانه انسلك لك البدن تاعك لماذا؟ حتى تكون عبرة لمن خلفك، وفعلا كان عبرة للأوائل وعبرة للأواخر. ما زال حتى الآن هو والأسرة تاعه ملوين عليهم الشاش كيما حنطوهم ودار لهم دواء. قدماء الفراعنة وقدماء المصريين كانوا أصحاب حضارة كبيرة، بحيث الآن الآدمي هذا محنطينه لما تشوف البشرة تاعه بشرة، تشوف سنانه سنان، تشوف شعره شعر، وهو في نفس الوقت ما يرشاش ما يخمر ما يصير لواله، بينما عنده 5000 سنة. فهمنا كيف الروس الآن اللي بلغت في العلم ما بلغت، فهمنا كيف الآن تحنط الجثة تاع ستالين الطاغية عدو الله الكبير اللي قلت لكم اقتل 30 مليون مسلم، اقتلها ستالين هذا الطاغية. لما مات سنتين وميت والناس يرجفوا يقول لك لا يكذبوا موش ميت راح حي يخافوه. فهمنا كيف هذا الآن عند في المتحف الروسي دايرين له التحنيط يعني دايرين له دواء وحاطينه في السجاج. فهمنا كيف ولكن كل عام يعودوا له الدواء وإلا يخمر يخسر. فهمنا كيف يرشع، بينما المصريين الأوائل 5000 سنة وما زال الآدمي هو هو، انسى ورجال ما زالوا هما هم، حتى الكفن هذاك الشاش اللي مغطينه بهم ما زال هو هو. فهمنا كيف إذن الحضارة قديما كانت حضارة راقية وكانت حضارة كبيرة، لأن العالم هذا تتلوه حضارات. فهمنا كيف الآن العلم مهما تطور ما يوصلش للسر تاع قدماء المصريين كيفاش كانوا يحنطوا الأموات بحيث ما تعفنش وبحيث ما تخربش مع طول السنين. فهمنا كيف الآن العلم الحديث عجز عنها، صحيح داروا طائرات وداروا دبابات وداروا وسائل لا يعلموا بها إلا الله، ولكن هذه المسألة هذه بتاع التحنيط عجزوا فيها وما استطاعوش، وأصبحوا قدماء الفراعنة أعظم حضارة من هؤلاء الناس. فهمنا كيف؟ لذلك هذه الحضارة هذه كذلك يؤذن لها الله تبارك وتعالى أن تذهب كذلك، ثم تأتي
ثم تأتي حضارة أخرى بدائية يبدأ الإنسان من جديد. لذلك الله تبارك وتعالى نسأل أن يعافينا وأن ينجينا شر هذه الحروب التي تقام في جميع البلدان وشر الزلازل هذه والفتن، وإلا هذه هي نذير الحرب التي تأتي على العالم كله فتبيده ثم يبدأ الإنسان من جديد. فمن كيف هذا العالم اللي راه تطور ووصل إلى أوجه في الحضارة وفي الرقي وفي المادة، هذا لابد أن يتفجر في يوم ما، إما في هذه الحرب وهو استغفر الله الإنسان مثل ما يقول حوالي 70% قد يتفجر في هذه الحرب، وإذا ما تفجرش فراه في حرب جاية أنها تكون حرب عالمية ثالثة تبيد هذه الحضارة كلها ثم يقوم الإنسان من جديد. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام انتبهوا جيدا حتى تكونوا مثبتين أنفسكم على الإيمان وعلى التقوى. فالإنسان ما يخافش، المؤمن لا يخاف الموت، وإنما يخاف حاجة ما بعد الموت. المؤمن ما يخافش الموت، يخافوا بعد الموت واش كاين؟ إما جنة وإما نار، هذه اللي يخافوها، وإما الموت مرحبا بها. الإنسان يحضر لها الوسائل، يحضر لها الشهادة. من كيف؟ كيما تكون راح تسافر تحضر الأوراق تاعك، ولا كيما راهم درك يجروا على الزيت وكذا ويوجد للدار، لا، وإنما وجد العقيدة الصحيحة التي تنجيك عند الله والتي تنقذك من النار وتدخلك الجنة. هذه للإنسان يوجدها. من كيف؟ وإلا الطعام والشراب والأكل، هذا الإنسان يستطيع يشرب الماء، يستطيع لا يأكل ولا يشرب ويجلس 30 يوم بلا أكل بلا شراب. من كيف كما قال العلماء تاع الطب وعلم الأحياء، يقول لك يستطيع الإنسان يجلس بدون أكل بدون شراب إلا بالهواء الطلق، يجلس 30 يوم مما يقش وما يموت. باش تشوفوا ماشي نهار ولا ثاني يموتوا، 30 يوم. العلماء كلهم تاع الطب قال لك الانسان اذا وفرت له غير الهواء ما تغلقش عليه الهواء، خليه في دار نقيه تاع الهواء. فهمنا كيف؟ وخليه في جو عادي، ما دير له حراره عاليه وما ديرلوش بروده عاليه، ما ياكل ما يشرب يجلس شهر وهو ياكل. مين ياكل؟ واحد يقول لك منين ياكل؟ ياكل من الشحوم اللي ربي سبحانه خلقها فيه. كلنا عندنا شحوم ودهنيات، يبدا يذوب اللحم للجسد خاصه بالاخص الكبده، تبدا تذوب من عندها وتخدم، تذوب من عندها وتخدم حتى يلحق الشهر تلقاه صباح مثل الخيط، خلاص الشحم تاعو كله راه هناك قد يموت، هناك قد يموت. ما تقولوش نهار ولا يومين الانسان يموت، لابد يحرم ويحط. الانسان راه ربي عطاه له طاقه وقوه وقدره. فهمنا كيف؟ كثير حيوانات، الجمل يمشي في الصحراء ويجي ما ياكل ما يشرب ما يموت، علاه؟ لان ربي سبحانه عطاه له ماده كبيره من الشحوم، لما يكون ما كاش الماء وما كاش الشراب وما كاش الطعام يبدا يذوب منها وياكل. الجسد تاعو تلقائيا يذوب من الذروه تاعو اللي فوقه. فمن كيف؟ يذوب وياكل، يذوب وياكل وهكذا حتى يجد الاكل. لذلك يا اخواني الكرام نحن هذه الحروب ولا هذه المصاعب التي الان، هذه زلازل وهذه طوفان وهذه فيضانات وهذه حروب، وهذه اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، سيكون بين يدي الساعة خسف ومسخ وقذف. سمعتوا حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة، يعني قبل ما تجي يوم القيامة يكون الخسف والمسخ والقذف. ايش معنى الخسف والمسخ والقذف؟ الخسف معروف، الارض تنحل تبلع الناس، والزلازل كل يوم راكم تسمعوا فيها، البيوت تكون فوق البيوت تصبح تحت الارض، الناس راحت بما تملك تحت الارض. فهمنا كيف؟ هذا هو الخسف، يعني الارض تنحل ويدخلوا تحتها. وقذف وشنو القذف؟ اما حجاره من السماء والا هذا القنابل اللي ترمى علينا والعياذ بالله من كل جانب. فهمنا كيف؟ والمسخ ما هو؟ الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يغدون ويمرحون إذا يصبحون إلا وقد مسخوا قردة وخنازير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس يجلسوا كما رام يديروا بركة ربايع ربايع على الكارتة وعلى الديمينو وعلى الغناء وعلى الفجور، الصباح يحوسوا على أرواحهم يلقوا أرواحهم قردة وخنازير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم آخر الزمان الناس يجلسون في لهو وفي مرح، معهم قيناتهم ومعهم مغنياتهم، فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير في آخر الزمان. يقول الناس في آخر الزمان يقولوا يعشقوا الفن بزاف، فمن كيف؟ يجلسوا مع المغنيات ومع القينات، راهم في الموسيقى وراهم مع البيانو والكمانجا، اضرب
تضرب ما تضرب والشراب رايح جاي، الصباح يضربوا اليوم يلقاوهم احلالف وشوادع. فهمنا كيف هذا في الحديث الصحيح؟ لان اخر زمن الان حتى واحد ما يقول لك رانا نبغوا القران. ما ناش نبغوا القران يا اخواني الكرام، القران رانا نصلوا به ونروحوا، ولكن رانا نبغوا الغنى ونبغوا العياذ بالله الفجور والفسق. لذلك الدول العربيه والاسلاميه كلها واسرائيل الان كلها الان راهي تتبارى باش تكسر المعاهد نتاع الرقص ونتاع الغناء ونتاع الفجور، بينما مدرسه واحده لقراءه القران على ما كان يقراه سلف الامه ما كاين شيء. فهمنا كيف؟ بينما كل دولة تفارس باش تبني المراقص وتبني الملاهي وتبني الملاهي وتبني بيوت الليل وتبني الفنادق الضخمة اللي فيها الفساد، فهمنا كيف؟ وتبني المراقص وتبني المسارح، فهمنا كيف؟ ويسموها ثقافة ويسموها يعني ترفيه للشعوب على قلوبها، وهكذا يسمونها بغير اسمها حتى يستحلونها ويدخلون فيها. هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، الناس تلهو كثير بالغنى وبالفسق وبالخمر وبالفجور، فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن ماذا يكون بين يدي الساعة؟ يكون بين يدي الساعة خسف ومسخ وقذف. فمن كيف؟ الأرض تبلع والسماء تمطر، وبعدين فيهم الناس أشد من ذلك، يمسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير، يمسخهم احلال حاشاكم ويمسخهم شوادة. لماذا؟ لأنهم عملوا كما قال العلماء الجزاء من جنس العمل، لأنهم عملوا خدمة شوادة وعملوا خدمة القردة والخنازير، فجزاهم الله تبارك وتعالى بما عملوا فمسخهم قردة وخنازير. فمن كيف؟ إذن يا إخواني الكرام حذروا، وبعدين الإنسان يحضر نفسه ويوجد ما يواش يوجد يا إخواني الكرام، يوجد الإيمان، يوجد التقوى، يوجد العقيدة الصحيحة، وإلا هذه الدنيا مهما طالت فلا بد أن تنقضي. فمن كيف؟ ولا بد لهذه الحضارة التي انبهر بها الناس، فمن كيف؟ لا بد في يوم ما أن تندثر كلها وتذهب عن سطح هذه الأرض، ثم يخرج الإنسان من جديد فيبدأ بالسيف وبالدابة وبالقربة وبالقلة وغيرها. فمن كيف؟ لذلك الإمام المهدي عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام ما يخرج في عهد الإلكترون والذرة، في عهد الطائرات والصواريخ باش تنتبهوا، فمن كيف؟ ما يخرج في هذا، يخرج في عهد السيف وفي عهد الحصان وفي عهد الفرس، لأنه موجود في الحديث أنه يرفد سيفه ويروح يحارب. كيف يخرج غدوة سيدنا عيسى؟ الطيارات موجودة والكلاشينكوف موجود ويروح يضرب بالسيف. إذن لا، إذن هذا الشيء كله يروح، وغادي تجي يعني حضارة من جديد بدائية وتبدأ تطلع. فهمنا كيف؟ لذلك 70% هذه الحرب العلمية شاعلة الآن والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها، اللهم اطفيها عاجلا غير آجل. هذه الحرب هذه لا شك 70% أنها تعم وتصبح حرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر والعياذ بالله. فهمنا كيف؟ إذن يا إخواني الكرام نحن ما هو موقفنا؟ موقفنا نحضر الشهادة التامة، ونحضر العقيدة الصحيحة، ونحضر التقوى كما قال تبارك وتعالى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. راكم تقرؤونها ولكن والله ما عملنا بها. ربي قال ارفدوا الزاد، ادوا معكم الزاد، رانا خرجنا ندوا الزاد. كل واحد وشده، واحد فرحان انه الدار بعقناطر تاع سميد حطها في الدار وغدوه ينوض فيها الكوز ويرميها في الزبل، فهمنا كيف؟ والاخر تاع 10 باد تاع زيت وغدوه تولي له لا كريس وما ناش عارفين. الزاد اللي قالنا عليها ربي سبحانه قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى. الزاد المليح اللي ما ينفذش ما هو؟ هو التقوى، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين عرفوا الله تبارك وتعالى حق المعرفة وعبدوه حق العبادة وكانوا أتقياء أنقياء لله تبارك وتعالى. ماذا كانوا يقولون أثناء حربهم وأثناء عملهم وأثناء سفرهم؟ وكانوا يقولون كل زاد عرضة للنفاذ إلا التقوى وعمل
المعادي. فمن كيف كل زاد ينقص، غير التقوى ما تنقص، كل زاد عرضة للنفاذ إلا التقوى وعمل المعادي. عمل المعاد يعني يوم القيامة، هذه ما تخلص اللي تخدمها تلقاها عند ربي سبحانه. أما الدنيا جيب عم الحوان بتاع الدنيا كلها، مجرد ما تبدأ تأكل تبدأ تخلص، بينما التقوى ما تخلص لأنها مسجلة عند الله تبارك وتعالى. إذن نحن نحذر يا إخواني الكرام الشهادة الحقيقية، ونحذر العقيدة الصحيحة التي مجردة بالتوحيد وبعيدة عن شائبة الشرك والكفر والنفاق وغيرها، ثم نحذر التقوى الذي هو العمل الصالح، وتزوده فإن خير الزاد التقوى. وإذا جاءت الموت مرحبا بها في الإنسان المؤمن التقي، لا يهاب الموت. فنحن أهل الموت، المسلمون لا يهابون الموت، المؤمنون لا يهابون الموت، لأنهم يعلمون مصيرهم، بينما النصارى والكفر أعداء الله هم الذين يخشون ويهابون الموت لأن مصيرهم مجهول، ما همش عارفين وين راهم رايحين. يعيشون في هذه الدنيا ويظنون على أن الحياة هي الدنيا، بينما نحن نعلم مصيرنا أين نحن ذاهبون. نحن نعرف إذا يعني عبدنا الله واتقيناه ومتنا فنموت شهداء، حتى وإن متنا تحت الأنقاض، تحت الردميات أو تحت الخشي أو تحت المسخي، فنكون شهداء لله تبارك وتعالى. فمن كيف كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، لما قالت قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اخترب، ويل للعرب من شر قد اخترب، ويل للعرب من شر قد اخترب. قالت: يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون. قالت: وربي أهلكنا وإحنا فينا الناس الصالحين. قال: نعم إذا ظهر الخبث. وفي رواية: نعم إذا كثر الخبث. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام هذه الأشياء اللي رأي كائنة، هذا الشيء بأمر من الله تبارك وتعالى وبتدبير منه. فمن كيف؟ هذه الحروب اللي رأي جاية ما دبرها حتى واحد، أرادها الله تبارك وتعالى لحكمة هو يعلمها، فيريد أن يطهر هذه الأرض التي ذرعت وتذرعت إلى الله تبارك وتعالى، أن يطهرها مما حل بها من خبث وفساد. فمن كيف؟ نعم إذا كثر الخبث الله تبارك وتعالى يطهر الأرض، إما بالزنازل وإما بالحروب. وبعدين أنتم تقرؤون القرآن، ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يقول لك ربي لو كان ما نضربش الناس بعضهم ببعض الأرض تفسد، همنا لأن الفساق والمجان والفجر يكثروا. طيب الدواء تاعهم واشنو؟ إما حروب وإما مسخ وإما قذف من السماء. لذلك يا إخواني الكرام هذا تدبير من الله عظيم. الأرض إذا فسدت والأرض إذا كثر فيها الخبث، الله تبارك وتعالى يطهرها بما شاء من متطهرات، بما شاء، إما بالحروب وإما بالزلازل وإما بالخصف وإما بالقذف وهكذا. إذن الأرض تعود إلى ربها تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يطهرها. قالها: نعم إذا كثر الخبث. ينزل ربي سبحانه لهذا الأرض، ينزلها صاعقة من عنده يطهرها، ثم يستبدل قوما آخرين. راكم تقرؤونها في القرآن. وبعدين يجيب ربي ناس واحد آخرين يطلعوا بنبت جديد وبدين جديد، دين صحيح وبعلم جديد، وبعدين يعبدون الله تبارك وتعالى حق العبادة. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام هذا الأمر الذي يجري في الأرض هذا بتدبير من الله تبارك وتعالى، وما جاش ذراع على ربي سبحانه، بل جاء تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى كما قال العلماء في خلقه شؤون، له شؤون في خلقه. مرات عباده لا يصلحهم إلا الحروب فيجعلها حربا طاحنة بينها، ومرات عباده لا يصلحهم إلا الزلازل فيعطيهم زلازل، ومرات يعطيهم ماء زائد على الحد، ومرات يعطيهم ماء ناقص على الحد، وهكذا يا إخواني الكرام. حتى ينظر
الله تبارك وتعالى. هل هذه الأمة تأتي إلى الله تبارك وتعالى وتتضرع إليه، أم تزداد في طغيانها وفي فجورها؟ لذلك ربي سبحانه يمسنا بالمصائب بالبأساء والضراء حتى ينظر إلينا، هل نتضرع، هل نأتي إليه، هل نمسك في الوسائل ونترك الله تبارك وتعالى كما نحن الآن مسكنا في الوسائل ومسكنا في الماديات وتركنا الله تبارك وتعالى. إذن يا إخواني الكرام انتبهوا بارك الله فيكم، ونرجع إلى الآيات الكريمة التي قال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يقول لك ربي سبحانه الآن أعطانا صنفين من الناس لا ثالث لهما، لكي الله تبارك وتعالى يبين عقيدة هؤلاء الناس وضلالهم في هذه العقيدة. يقول لك الإنسان إذا كرمته وانعمت عليه ووسعت له في الرزق يقول ربي أكرمني، يعني ربي كرمني أعطاني الرزق وبغاني. بينما بداية الآية وش تقول؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، الابتلاء الاختبار، يبغى يدير له امتحان. واحد يقول لك ليش ربي سبحانه ما يعلمش حتى يختبر هذا الإنسان يشوفه يرجع ولا ما يرجع؟ انتبهوا جيدا، هذه كثير من الناس والعياذ بالله لا يعرفون الله تبارك وتعالى حق المعرفة ولا يقدرونه حتى حق التقدير، فيذهبون إلى هذا القول الباطل. وإنما الله تبارك وتعالى يختبر الإنسان ليعلم للناس علما ظاهرا، أما الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يخلق هذا الإنسان، مصداقا للآية الكريمة: وما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال لك ربي سبحانه كل مصيبة فيكم ولا في الأرض راني مسجلة عندي في الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة عند الله في اللوح المحفوظ اللوح العظيم. هذا قال لك ربي راني مسطرة عندي قبل ما نخلق الأرض، فهمنا؟ ربي راه عارف وش يوقع على الأرض وعارف وش يوقع منك أنت أيها الإنسان الضعيف قبل ما يخلقك وقبل ما يخلق الأرض. إذن واحد يقول ليش الله تبارك وتعالى يقول يعني حتى يشوف الإنسان هذا هل يتضرع أم لا يتضرع، حتى تشوف أنت، حتى أنت تنتبه وتكون حجة على نفسك، حتى يعلم علما ظاهرا للناس، وحتى أنت تشهد يوم القيامة على أنك الله تبارك وتعالى ابتلاك فقلت كذا وكذا. فهمنا كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى يعني علمه بنا هذا العلم الذي هو سابق في الأزل يجعله علما ظاهرا للناس حتى يعلموه ويشاهدوه ويحسوا به ويتكلمون عنه. فمن أكيد إذن الله تبارك وتعالى يختبر الإنسان، يختبره بالنعمة، يعطيه الرزق يوسع له في الرزق. واش يقول هذا الإنسان؟ يقول ربي كرمني، فهمنا؟ إذا أعطاه وسع عليه يقول ربي كرمني. زيد وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. والثاني الصنف الأول لما يعطيه ويكرمه يقول لك ربي يبغاني لأن أعطاني. والثاني لما ربي يبتليه كذلك يمتحنه ويختبره يقدر عليه رزقه. قدر معنى ضيق، قدر غير قدر، فهمنا كيف؟ قدر في الأزل، الله تبارك وتعالى قدر في الأزل يعني كتب في الأزل، ولكن قدر هكذا بالتسهيل معنتها ضيق. ضيق عليه ربي سبحانه في المعيشة تاعه، واش يقول إذا ضيق له في المعيشة تاعه؟ يقول ربي أهانني، ربي هاني، هذاك بغاه وأنا هاني. هل المقاييس هذه صحيحية؟ صحيحة المقاييس هذه صحيحة على أن اللي أعطاه ربي بزاف بغاه واللي ما أعطالوش كرهه. انظروا إلى القرآن كيف يقول ربي كلا هي اللفظة العربية الصعبة في كلمة الرد والزجر، يعني لا حرف نفي بسيط، بينما كلا
حرف واعر. لذلك خاصكم تعرفوا الشباب اللي رام يقرؤون القرآن ويتدبرونه من خواص القرآن المكي عن القرآن المدني أن القرآن المكي فيه كلمة كلا والقرآن المدني ما فيش كلمة كلا. فهمنا؟ لأن كلا هذه حرف ردع وزجر قويين لا يصلحان إلا للناس العتات الجبابرة مثل ما كانوا في مكة. فهمنا كيف؟ إذن القرآن المكي فيه كلمة كلا والقرآن المدني ما فيش كلمة كلا. ولذلك واحد حكم عليه الحجاج بن يوسف الثقفي المهلك المبير الذي تنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه. فلما أتى إليه هذا الرجل هذا قال له أقسم، قال له احلف إنك ما درت هذا الشيء هذا، قال له احلف باللي ما درش. هذاك الرجل يقرأ القرآن ويعرف وحاسب القرآن، قال له والذي حذف كلا من الشباب اللي رام يقرؤون القرآن ويتدبرونه من خواص القرآن المكي عن القرآن المدني أن القرآن المكي فيه كلمة كلا والقرآن المدني ما فيش كلمة كلا. فهمنا؟ لأن كلا هذه حرف ردع وزجر قويين لا يصلحان إلا للناس العتات الجبابرة مثل ما كانوا في مكة. فهمنا كيف؟ إذن القرآن المكي فيه كلمة كلا والقرآن المدني ما فيش كلمة كلا. ولذلك واحد حكم عليه الحجاج بن يوسف الثقفي المهلك المبير الذي تنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه. فلما أتى إليه هذا الرجل هذا قال له أقسم، قال له احلف إنك ما درت هذا الشيء هذا، قال له احلف باللي ما درش. هذاك الرجل يقرأ القرآن ويعرف وحاسب القرآن، قال له والذي حذف كلا من مصحفه الأعلى، قال له حق ربي اللي نحى كلمة كلا من المصحف الأعلى، يعني من أعلى القرآن. لما تجي من هذه سورة البقرة وتجي نازل ما تلقاش كلمة كلا حتى تبدأ تدخل في الأجزاء الأخيرة باش تلقى كلا. الحجاج تعجب، عطاله علم عمره لا يعرفه. والحجاج بن يوسف الثقفي من الحسنات نتاعه الذي اجمع عليها العلماء، صحيح كان مبير وكان مهلك وكان طاغيه كبير، فمن اكيد والله تبارك وتعالى سلطه على اهل العراق فاذاقهم العياذ بالله الويلات وقال لهم انتم اهل شقاق. واحد يكذب وواحد يهلك. الكذاب هو الأسود العنزي الذي تنبأ وقال أنا نبي خرج من الطائف، وهذا اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي كذلك خرج من الطائف وأهلك الناس وأبدهم وأذلهم ذل لا يعلمه إلا الله. لما جاء يقتل هذا الإنسان هذا قال له يا الله احلف باللي ما درش، قال له والذي حذف كلا من المصحف الأعلى أو من الجزء الأعلى. والحجاج كان من الحسنات نتاعه كان يحفظ القرآن حفظا متقنا تاما الفواصل، وأدخل عليه النقاط وأدخل عليه هذه الضمة والرفعة والكسرة، الحجاج هو اللي دارها. يعني هذه من الحسنات نتاعه، فهمنا كيف؟ هذه من الحسنات نتاعه على أنه كان معظما للقرآن وكان قد أعجم القرآن حتى يقرأه الناس ولكن لا يلحنون فيه، فجعل لهم الضمة وجعل لهم الكسرة وجعل لهم السكون وجعل لهم الفتحة، فأصبحوا يقرؤون القرآن سهلا ميسورا. لما طلع الحجاج ونزل مع القرآن قال له صحيح، قال له صحيح كلا ما كيناش فوق كينا دا. إذن قال له ما دام جبت لنا هذه الفائدة وهذا العلم هذا يلا روح وسرحوا. فمن أكيد إذن كلا هذه كلمة ردع وزجر تفيد النفي التام بقوة وشدة. ربي سبحانه رد على هؤلاء الناس، على الناس الذين قالوا إذا متعنا الله فقد أكرمنا، والناس الذين قالوا إذا قدر الله علينا في الرزق وأنقص لنا في الرزق فمعنى ذلك أنه قد أهاننا. لذلك ربي سبحانه قال كلا ليس كذلك، ما هوش كذلك. فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى ما هوش الذي أحبه أعطاه الرزق والذي أبغضه أنقص له من الرزق، وإنما
الله تبارك وتعالى جعل هذا بلوى واختبار، يرى هذا إذا أعطي من الخير الجزيل ومن النعمة المتكاثرة هل يشكر الله تبارك وتعالى حق شكره، وهذا الذي قدر له في رزقه وهذا الذي قدر عليه في معاشه هل يصبر لله تبارك وتعالى ويحمد الله تبارك وتعالى ويشكره في السراء والضراء. فمن كيف؟ لذلك العلماء هنا في كتب العقائد تقرؤون هل ما هو الفرق أو ما هو الفضل بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر، شكون خير؟ العلماء داروا مفاضلة في كتب العقائد، شكون خير عند ربي؟ الغني الشاكر، الغني اللي يعطي بلي من اليسرى ودير الخير، ولا الفقير الصابر؟ العلماء اختلفوا في المسألة هذه، فيهم اللي قالوا الغني الشاكر ماشي الغني اللي يدس ويشوف شحال عنده، فهمنا كيف؟ ويخلي الفلوس حتى تسوس وتخمج، ولما تجي الحكومة تقول بدلوا العملة يقول لي يعطي لهذا مليون وذاك لعشرين مليون ومئة مليون يقول يلا صرفوا لي معاكم. فهمتوا؟ سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ هذو هما الناس يلم سنادق تاع الدراهم، ولما الحكومة قالت يلا نبدلوا العملة ولا يعطي الخال والخالته، وواحد نعرفه وانا اعطى الملايين للناس اداوا هالو، يا رجل اعطيني دراهم اعطيتك تصرف، قالوا انت عندك الدنيا دي كلها ما تتحوص الله ما تدي دوره، وداله كلش للعين والله ما ادال ما اعطالوش. يلا طالب قالوا جيب لي ورقة باللي اعطيتني، ما اعطيتني ولا اشتك اعطيني ونخطيك، صرفتها لك ديتها ليا والحكومة سجلتها باللي ليا فلان صرف وداوا هالو. فمن كيف؟ هكذا بينما لو كان اعطاها ربي راي ما زالت عند ربي. فمن كيف؟ اذا الغني الشاكر، الغني الشاكر اللي يعني عنده درهم ويدير الخير يعطي باليمنى واليسرى. فهمنا كيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يقول لا حسد إلا بين اثنتين، أو إلا بين اثنين، الحسد لا يكون إلا بين اثنين. أسمعوا لي، الحسد هنا معناتها الغبطة والمسابقة، موش الحسد الذين تعرفونه على أنه يعني تمني زوال النعمة على الغير، هذا هو الحسد، وإنما الغبطة هي المحمودة في الشرع. قال الحسد يعني المسابقة والتنافس، يلزم يكون بين زوج من الناس. أسمعوا زوج من الناس، هذا رجل أعطاه الله تبارك وتعالى علما فهو ينشره بين الناس، واحد ربي أعطاه له علم كبير واسع كما العلماء الأولين كانوا يديروا حلقات كبيرة ويكتبوا ويوزعوا للناس، هذا واحد. والثاني شكونه؟ رجل له مال، عنده المال، فسلطه الله على هلكته في نوائب الحق. واحد عنده مال كثيرين وربي سبحانه قال له يلا ديروا في الخير، ابدا يعطي بليبنا ويعطي بليسرى، وين لقى الخير يمد، يولي هذاك يتعاند مع هذاك مول العلم، يقول ها عندي العلم ولو كان عندي الدراهم نزيد ندير علم ودراهم كما ذاك الراجل. والراجل الثاني اللي عنده الدراهم يقول ها انا غير عندي غير الدراهم نوزع، لو كان عندي العلم ندير كيف لان العلم نعطيه للناس والدراهم نعطيهم للناس وراني لميتها من جميع الجهات، ولكن هذه ما عندناش احنا. راح مع العوائل رحمهم الله. فمن كيف؟ الان دس ولم واحسب واعطي للذاري وتشم وحدك انت ولادك فقط والاخرين ما عندك علاقه بهم. فمن كيف؟ اذا هذا الناس الذين الله تبارك وتعالى يوسع عليهم او الناس الذين يقدر الله تبارك وتعالى عليهم ماشي هذا بغاه ولا هذا كرهه، ولكن ما ينظر هل هذا قد شكر بنعمه وهل شكر المال المتزايد الذي انعم الله تبارك وتعالى به عليه، هل شكر وفعل به الخير ام لا، والثاني هل صبر لله تبارك وتعالى ولم يسخط على نعمه ولم يسخط على قدره. فهمنا كيف؟ الثاني يشوف ربي سبحانه الفقير هذا هل صبر وقال يا ربي انا صابر بالش اللي اعطيتني، انت راك طالع مطالع عليا وانت تعلم اللي اعطيتها لي راني صابر عليها. فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى ينظر الى صبر هذا وينظر الى شكر هذا، فكلهم يوم القيامة يعطيهم اجرهم الجزيل عند الله تبارك وتعالى. اما هذا اذا لم يشكر اخذ النعم وبدا عايش فيها كما راهم عايشين الان، سيارات تتكسر سيارات جايه، بيوت تنحط بيوت تطلع،
وهكذا هامل كيشغل بلي هذا الرزق عطى لي ربي ندير فيه اللي بغيت ويقول لك رزقي وانا مولاه، فهمنا كيف؟ وهكذا. والثاني ما عنده حتى دور وكل يوم ساخط على ربي، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، يوم القيامه هذا ربي يجمعهم في زوج يقول له انت اعطيتك المال ما شكرت وانت اعطيتك الفقر ما صبرت، اذن في زوج كيف كيف. شوف الان هذا اتلمت عليه مصيبتين، الفقر وزيد والعياذ بالله جهنم، والثاني اجتمع عليه الغنى تاع الدنيا بينما لا يغني عنه شيئا من عذاب الله يوم القيامة. لذلك يا إخواني الكرام، فمن أعطاه الله تبارك وتعالى مالا فليحسن تصريفه في سبيل الله من غير تقدير ومن غير إسراف، فهمنا كيف؟ ما ترميش كامل وما تشدش يدك كامل، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إذا ربي سبحانه أعطانا قاعدة ما ينجبوش المقتصدين ديال العالم كامل لو كان يتلمى وما ينجبوش يعطونا القاعدة هذه. قال لك ربي ما ديرش يدك هكذا مكمشة ما تعطيه والو وما تجعلهاش هكذا ثاني غير الريح اللي يجي يدي، فهمنا كيف؟ إذن يجعل بين ذلك سبيلا، ما تقدر ولا كذلك تسرف، وإنما تجعل بين التقدير وبين الإسراف منهاج وتجعل قوام بينهما حتى الله تبارك وتعالى تكون نعمت نفسك ونعمت إخوانك والناس المؤمنون الذين يعني أنت تسعفهم وأنت تعطيهم وأنت تتصدق عليهم وتفرج عنهم كربتهم. هؤلاء نفسهم يدعو لك يقول يا ربي فلان زيد له المال زيد له الرزق، يا ربي ابعد عنه البلاء، يا ربي ابعد عنه المصائب. الله تبارك وتعالى نفسه يسخر قلوب الناس لكي يدعون لك بظهر الغيب، فهمنا؟ إذن يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى يقول كلا، يعني ليس كذلك أن من أعطيته رزقا فقد أكرمته وقد أحببته، وليس من سحبت عنه ذلك الرزق أنني قد أهنته وأنني قد ظلمته، بينما الله تبارك وتعالى يقول بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. إذن قال المال اللي أعطيتوكم، المال الذي أعطاه الله تبارك وتعالى للناس للأغنياء وللموسرين والناس الذين لهم، يقول ربي سبحانه ما كرمتوش اليتيم ما أعطيتوش لليتيم، اليتيم أمامكم موجود. وليش الله تبارك وتعالى سبق اليتيم على غيره؟ لأن اليتيم يا إخواني الكرام الذي يكرم اليتيم والذي يعني يكون في شأن اليتيم فله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. لذلك ثبت في الحديث أن خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. خير بيت في المسلمين في الدنيا كلها واحد البيت راه فيها واحد يتيم يكرموه الناس يكرموه مال البيت هذا، ربي يقول هذه أحسن بيت. لماذا؟ لأن فيها يتيم يحسن إليه. وشر بيت على وجه الأرض ماشي تبرنا ولا طرف الطريق، شر بيت على وجه الأرض فيها يتيم مظلوم يظلمه، هذه شر بيت على وجه الأرض في بيوت المسلمين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، وجمع بين السبابة وبين الوسطى، جمع بين الأصبع السبابة وبين الوسطى اللي هذه، وقال هكذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي يكفل اليتيم ويدير باله على اليتيم يقريه ويوكله ويشربه ويعتني به، فهمنا كيف؟ وينظر في مصالحه يوم القيامة يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم التعب نتاعو في الدعوة ماذا لقى من الناس، وكم جلس وهو يدعو الله تبارك وتعالى، والجهاد والحروب والغزوات والتعب. انت تجيب واحد الطريق سهلة وتعشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسرعة، هون كيف تختصر جميع الطرق وقال لك تعشي معايا، واش تدير غير تهلا في اليتيم برك؟ كل التعب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تعبوا انت تختصر الطريق من جميع الجهات وتأتي ثم تعاشر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. لماذا؟ لأن
أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لإكرام اليتامى وبعث للعناية باليتامى، وأنت قد فعلت فعلة من أفعاله فبذلك تكون معه. فإذا أردت أن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الجنة كهاتين وتختصر الطرق من جميع الجهات، فمن أكيد فعليك أن تكرم يتيم، فعليك أن تهتم بيتيم وأن تنظر إلى في مصالحه، وأن تنظر مثلا في تعليمه أو في معاشه أو في مأكله ومشربه وملبسه، فتكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا. الله تبارك وتعالى عاتب الناس قال بل لا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. والمسكين كذلك لا يحض بعضكم على بعض بإطعامه. تحاضون يعني من الحظ، وهو الحث يعني طبع اخوك تقول يا اخي اروح روحوا ننفقوا، اروح روحوا نلموا لفلان راه عيان، فلان راه مات رجله ما عندهاش، يعني تعاونوا بعضكم بعض، وهذا يجعل القلب لهذا وتنوضوا دوروا من عندك ودوروا من عند الثاني، تقوموا بتبرعات الفقراء والمساكين. قال ولكن انتم ما تديروهاش، يعني نحن البشر ما نديروهاش، اذا اعطانا ربي مال نخبوا ما نكرموا اليتيم ولا نتحاضوا على طعام المسكين. هما كيف حتى واحد ما ينوض خوه يقول له تعالى نروح ننفقوا على اليتامى ولا على المساكين، وانما كل واحد ينظر الى خاصيه نفسه، وهذه هي المصيبه الكبرى اذا كان الانسان لا ينظر الا الى خاصيه نفسه، هذه هي القيامه الصغرى. اذا ولا تحاضون على طعام المسكين، يقول ربي سبحانه هذه الصفات، صفات كلها متوفره فينا، وكل واحد يوزن نفسه ويقول لك لا انا باري منها، اللي يقول انا باري منها يكذب ويجامل ويبغي يرفع نفسه على غيره. فمن كيف هذه الناس الذين اتصفوا لم يتصفوا بهذه الاوصاف فقد ذهبوا رضي الله عنهم وقد ذهبوا رحمهم الله. فمن كيف من جملتهم رجل كان يسمى الليث بن سعد، كان عايش في عهد الامام مالك. هذا الرجل هذا كان عايش في مصر، والله تبارك وتعالى فتح له من العلم وفتح له من المال ما لا يعلمه إلا الله. هذا الراجل هذا الإمام مالك في المدينة صاحبه كان يرسل له رسائل، أرسل له الإمام مالك رسالة قال له إني أردت أن أزف ابنتي فاطمة في الشهر الداخل، فما عليك إلا أن ترسل إلي شيئا من تحف مصر ومن زعفرانها. قال له الإمام مالك أنا بغيت نزوج بنتي وانت في مصر عندكم شوية تاويل، الأخر كان في المدينة، قال له عندكم شوية تاويل أرسل لي كاش حاجات وارسل لي شوية زعفران للعرس. فمن كيف واش أرسل له صاحبه في نفس الوقت عالم ومؤمن، وصاحبه طلب له قال له شوية واش أرسل له يا أخواني الكرام والشباب اللي يقرأوا يروحوا يقرأوا السيرة، يروحوا يقرأوا كتب تاع التراجم تاع الأوائل رحمهم الله، أرسل له ربع سفون محملة بالخيرات، ربع سفون محملة بالخيرات. الإمام مالك دار العرس ودس في داره وكلا وشرب وباع وعشى وثاني كلا باس عليه. فمن كيف هذا الرجل اللي هو الليث بن سعد رضي الله عنه ورحمه الله، هذا الرجل هذا كان يدخل في العام 100,000 دينار ذهب يدخلها، تدخل من الجناين تاعه ومن المصانع ومن المتاجر تاعه ومن الارزاق اللي عنده، ولكن والله ما يخرج الزكاة. واحد يقول لك عنده دراهم ما يخرج الزكاة، علاه؟ يعني لا يمر عليها الحول. كان الليث بن سعد يدخل اموال طائلة ولا يخرج الزكاة، يدخل ملايين وما يخرج الزكاة، علاه؟ لانه ما تمرش عليها العام تخلص، ما يجي العام يجيب دراهم جدد كل الدراهم القدماء راحوا. فمن كيف هذا الرجل هذا كان يعني يكرم نفسه ويكرم اخوانه ويكرم الطلبه، كان كل يوم يخرج للحلقه من حلقه العلم يخرج بفرس معين، اليوم يخرج بعود غدوة العام من ذاك يخرج بعود واحد اخر، ربي عطاله. هذا هو المؤمن، ولكن يدير الخير. انت ثاني لو كنت مؤمن تدير الخير باليمنى وباليسرى وتطبع الخير في سبيل الله، وعندك كل يوم يركب سياره الله يسهل عليك، احنا ندعو لك يا ربي يعطيك الدنيا كلها سيارات، فهمنا كيف؟ ويعطيك الدنيا كلها خير، غير دير الخير برك. ولكن احنا الان لا عند
عنده 20 سيارة و1000 سيارة وخوه المسلم يعقب عليه ما يركبوش، وإلا جاء يركبو يخزر له رجليه إلى معمره غرقة ولا لا، يقول الله امسح رجليك لأن السيارة تاعي فيها الموكان. فمن كيف؟ وهكذا يا إخواني الكرام، وهذه نقولوا احنا خاوة، واش من خاوة؟ هشوفوا الخاوة كيفاش دايرين. قالوا ارسل لي شوية، ارسل له 4 سفن محملة بالأرزاق. فمن كيف؟ هذا الرجل العظيم ثبت في سيرته أنه كان يوم الخميس، كان يوم الخميس الشباب من زمان من عهد سيدنا عمر كان يأذن للقراء وكان يأذن للكتاتيب أن يسرحوا الطلاب على الظهيرة على الخميس، يقول لهم اخرجوا، خلوهم يخرجوا ما يقراوش العشية باش يوجدوا روحهم للجمعة. فهمنا كيف؟ وكانوا تارة ما يقراوش نهار الخميس كامل. هو نهار الخميس لما ما يقريش الطلاب تاعو يديهم من طرف النيل تاع مصر، البحر العظيم الان اللي خرب، الان تعمر كله كازينوهات وكباريهات وتعمر بالشاليهات تاع اعداء الله، ما تنجمش تريح يعني مثلا تتمعن في خلق ربي الا وتشوف العري والفساد موجود امامه. بكري في القرون الاولى كان خالي غابات والماء يمشي في الوسط، يدي الطلاب تاعو كلهم مئات من الطلاب يديهم لعند النيل، يروحوا لطرف النيل. فهمنا كيف؟ يذبحوا الغنم، فهمنا كيف؟ ويطيبوا ويجيب يدير لهم الشواء ويجيب لهم الحلوى، وبعدين يدير لهم المناضلة اللي هي الرماية والسباحة واللي هي الفروسية، يديرها لهم ويأكلوا ويشربوا ويأكلوا الحلوى ويجروا ويتسابقوا ويلعبوا الرماية، ثم يرجعون إلى بيوتهم. كل خميس كان يديرها للطلاب بتاعه. من هذا الليث بن سعد؟ هل ضره ذلك؟ شوف التاريخ وش يكتبوا لي. ولو كان دس هكذا ولا بص وقال ما نعطيش، مسجل مع البخلاء كما دار الجاحظ، عنده كتاب يسمى البخلاء، الجاحظ عنده كتاب سماه البخلاء. همنا كيف؟ أقرأه إلا بغيت تروح تقرأه، أقرأه إلا بغيت، بينما الكورة ما حتى واحد مكتب لنا كتاب تاع الكورة. همنا كيف؟ البخلاء كتبوا عنهم والكورة ما قليلين نتك هنا وهنا، يعني يكاد يحصون على اليد الواحدة، أصابع اليد الواحدة. لذلك الله تبارك وتعالى قال انتم أعطيتكم المال ورزقتكم ولكن ما تكرموا يتيم ولا تحضوا بعض ولا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين، وكذلك تأكلون التراث أكلا لما. تجمع التراث اللي هو الميراث، اللي هي واش خلى لك بابك واش خلى لك جدك، تأكل أكل لم. اسمعوا لي، اسمعوا القرآن إلى دقة القرآن. لما قال الله تبارك وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما، وش معنى أكل لما؟ يعني يقول لك أنت تأكل الميراث هكذاك همج تاعك ولا مش تاعك، صح ولا مش صح؟ والله غرنا نأكل الميراث تاعنا مش تاعنا. قال لك محبسين على الطفلة، لا إله إلا الله، جدي الأولاني حبس، كول ابلع عمر ردي، هكذا رانا نديرو. قال ربي أكلا لما، روحوا اقراوا التفسير، قال لك أكلا لما يعني أكلا غير منضبط حلالا وحراما، كولوا خلاص، كولوا خلاص. أكلا لما يعني حاجة كما نقولوا مخامة مخلطة هكذاك تاعك وماشي تاعك، غير دي وعمر. فهمنا كيف؟ ويديروا التعاليل الواهية التي هي أوهام الخيوط العنكبوت على أن جدي وقف والمرأة ما تديش، ويدخل البراني في وسط ساحتنا ومانيش عارف علاش ربي ماهوش عارف الأشياء هذه. الله تبارك وتعالى لما خلق الذكر والأنثى خلى لك أنت تفضل. الله تبارك وتعالى لما وصل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى لم يترك حتى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم الميراث قسمة وأعدل، الله تبارك وتعالى أعدل والرسول صلى الله عليه وسلم دونه في العدل، ولكن الله تبارك وتعالى قال له حتى أنت يا محمد ما تتدخلش في الميراث، أنا الذي خلقت عبادي وأنا الذي أقسم ميراثهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قاسم والله يعطي، الله هو اللي يعطيكم وأنا أقسم لكم الفريضة. همنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيجي واحد يقول رسول الله مات بابا وخلى هذيك وهذيك، يدير له الفريضة يقول ربي اللي يعطاك وأنا ندير لك فريضتك ماشي أنا اللي يعطيتك. لأن ربي لما تقرأ في سورة النساء لما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، رأي موجودة في القرآن. فمن كيف؟ الله تبارك وتعالى هو الذي خصص هذه الأشياء، قال الأنثى وقال الذكر، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا اي فقيه عالم تجي يدير لك الفريضه شحال ليك انت وشحال المراه وشحال البنت وشحال لعمك وشحال لجدك وهكذا. بينما شكون اللي قدر هذه الاشياء؟ الله الذي خلق عباده. ما تجيش يوم القيامه. وكذلك الامر راه واعر بزاف وراه خطير والناس راه متساهلين به، لان يا اخواني الكرام الامر هذا ربي اللي فصل فيه. الميراث شكون يفصل فيه؟ ربي اللي يفصل فيه. الذي يتدخل في ميراث الله تبارك وتعالى يوم القيامة يكبه على وجهه في النار ولا يبالي. واحد يقول لك راه تقولها من عندك، أنا مانيش نقولها من عندي. لماذا؟ لأن الذي يتدخل في ميراث الله تبارك وتعالى كمن تدخل في عبادة الله تبارك وتعالى. يقول الظهر خلي نصلوا غير زوج ركعات أكبر، بزاف علينا ربعة ولا خمس وقات في النهار بزاف، احنا خدامين غير زوج وقات كما يديروا القاديانية، يقبل منه ربي سبحانه. كما أن الله تبارك وتعالى أعلمنا كم وقت نصلي وكم شهر نصوم وكيف نحج، كذلك أعلمنا كيف نقسم الميراث على ذويه إذا مات الرجل. والذي يعبث في ميراث الله تبارك وتعالى كمن يعبث بدينه، كمن يعبث بصلاته وصيامه، لأنها كلها مفروضة من عند الله تبارك وتعالى. فمن كيف؟ كلها مفروضة. الميراث مفروض من عند ربي، والصلاة مفروضة من عند ربي، والزكاة من عند ربي، والصيام من عند ربي، والحج من عند ربي، وكذلك الجهاد من عند ربي. فمن عطل يعني إحدى أركان الله تبارك وتعالى أو تصرف فيها بغير إذن، فالله تبارك وتعالى يوم القيامة يكبه على وجهه في النار ولا يبالي. ثم يقول باللي جد جدي البعيد هو اللي وقف على المرعى. ما كاش منها يا أخي الكريم، جدك بلك كان جاهل، بلك كان ما يعرف، بلك كانت عنده الجاهلية هي اللي تتصرف في دماغه، بينما أنت وصلك العلم وعرف بينك وبين ربي وراك تصلي حتى الأعمال تاعك ما تروح، وحتى الأعمال تاعك تبقى ثابتة والحسنة تاعك تبقى راسخة. كذلك ما عندكش علاقة. وإلى بدنا نقول جدودنا الله تبارك وتعالى يوم القيامة كذلك يعذر كفار قريش الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. قالوا يا ربي احنا لقينا والدنا يا عبد رانا نديرو كما هما، ما تلومنا ولا شيء. إلا كانت الملامة لوم جدودنا الأولين، احنا خاطينا هكذاك احنا يا الآن. ولو كان ربي يقبل ثاني من المشركين لما جا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، والديكم كانوا ما يعرفوش، والديكم ما جاهمش علم، ما جاتهمش نبوة، ما جالهمش رسول، بينما أنتم جاءكم علم وجاءكم نبي وجاءكم نور من الله تبارك وتعالى. فما عليكم إلا أن تنصاعوا لله تبارك وتعالى وتتركوا العادات الجاهلية وتتركوا العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأنا قلت لكم ولازلت أقول أن الناس الذين يقولون حبسنا على المرأة، أنا واحد قلت لكم ابحث لماذا حبسوا المرأة ما تورث، قلت لكم ابحث في الكتب القديمة والحديثة فوجدت هذه الأشياء هذه ترجع إلى عهد الرومان، إلى عهد الرومان. والشباب الذين يقرؤون يرجعون الكتب التي تتناول الأسرة عبر التاريخ، الأسرة عبر التاريخ. لما تقرأوا في هذه الكتب هذه تجدون في يوم يعني الأسرة مرت على طور من أطوار الرومانية أنهم قالوا الأولاد هم الذين يحمون الديار ويحمون الحدود ويحمون البلاد ويحمون النساء، فهم الذين يعطون ويكرمون، بينما النساء من ورائهم محجوزات محروسات، لا أحد يلحق إليهن. لذلك فعليهن أن تعطى حظوظهن أو حقوقهن إلى الأولاد وإلى الرجال لكي يحرصوهن. فهمنا كيف؟ قالوا الدولة الرومانية تتبنى على القوة، والقوة في يد الرجال، الرجال هم اللي يحموا الحدود، يحموا البلاد، يحموا النساء. إذن النساء انتم راكم لدخل الحيط محصورين، والرجال يعني مثلا يدافعوا عليكم برا، لذلك خلوا حقكم للرجال باش يدافعوا عليكم، وانتم راكم محفوظين، ما تخافوش، تاكلوا وتشربوا محروسين. على الأقل الكفار هذوك انهم كان عندهم نوع من النخوة، قالوا للبنات اعطوا حقكم ولكن احنا نوكلكم ونشربكم ونعسوكم. واش يديروا؟ يوكلوهم وشربوهم ويعسوهم الرومان، وعطوا يعطوا حقهم للرجال. احنا والله غير ضيعناها وما عطينا لهمش حقهم، صح ولا ماشي صح؟ ما وكلها، ما شربها، ما طلع حقها، ما عسها، ما ولو قلك جدي وقف على النساء. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخوان
إخواني الكرام، هذه المصيبة رأي موجودة عندنا ودخلت علينا من الرومان، ونحن دين الرومان ليس بيننا وبينهم علاقة، احنا عندنا ديننا ونحن مأمورين شرعا أن نخالف أهل الكتاب، أن نخالف اليهود وأن نخالف النصارى، والرومان نصارى فلهم دينهم ولنا ديننا. لذلك يا إخواني الكرام، الذي أراد أن يبرع ذمته أمام الله تبارك وتعالى وأراد أن يكون أعماله صحيحة صريحة عند الله تبارك وتعالى وحسنته ثابتة غير ضائعة، فلا بد عليه أن يبرع نفسه في الدنيا وأن يعطي الحق لحقه، ولا يدخل في هذه الآية وتأكلون التراث أكلا لما، تجمعون المال انتع الميراث من أي طريق، سواء حق لك أو لم يحق، وعليك أن تجمع وعليك أن تستكثر من الأراضي ومن الخيرات، ثم تموت وتتركها، ثم يكون عليك حسابا شديدا عسيرا في يوم كما قال الله تبارك وتعالى كان مقداره 1000 سنة، فلا ينفعك عندها ولد ولا بنت ولا مال ولا عشيرة ولا جيران، وإنما هي أعمالك، ترى يمينك فلا تجد إلا ما قدمت يداك، ترى عن شمالك فلا تجد إلا ما قدمت يداك، ثم ترى تلقاء وجهك فترى النار. لذلك من أراد أن ينجي نفسه من النار فليصحح الحساب بينه وبين ربه في الدنيا قبل الآخرة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من كانت له، اسمعوا جيدا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة من أخيه فليستحل منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما هي حسنات وسيئات. والله لو كنا عرفوا هذا الحديث هذا، غير الإنسان يروح في الليل يطبطب على أصحاب الأموال وأصحاب الحقوق يقول له هاك حقك أخويا، خافيني وخاطيك، اسمح لي راني باري، خلاص تبت لله. واش قال الحديث هذا؟ يقول لك اللي عنده واحد يسأل له حاجة، ردي له حاجة ويسألها له، يسلك نفسه في الدنيا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، لماذا؟ لأنه رفيق بأمتي شفيق بنا، يريد أن نحافظ على حسناتنا فلا نجمعها ويعطي يوم القيامة أصحاب الديون ويأخذونها منا، فهمنا كيف؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حريص علينا ويرحمنا، قال باش ما تضيعوش حسناتكم. اللي عنده كاش حاجة في الدنيا مع أخوه المسلم يروح يسلك روحه في الدنيا، فليستحل منه في الدنيا، روح في الدنيا قل له يا أخي ذاك العام اديت لك كذا وانت ما كنتش فاطن، اسمح لها ورزقك خلاص أنا باري. يروح لأخته ولا لخالته، أخاتها وحقك أنا راني باري، بيعيه ولا شريه ولا دبري راسك، خاطيني وخاطيك أنا راني باري. من كيف؟ قبل ما يجي يوم القيامة لا دينار فيه ولا درهم، ما كاينش العملة الصعبة، لا ذهب لا فضة، واش كاين حسنات وسيئات. أظلمنا حلم الحسنات تاعو حط عند هذا، أخلصت الحسنات تاعو ماشي قال خلاصت خليه يروح، أخلصت جيبوا السيئات تاعكم حطوها فوقه 10 راجل خدام.